الأصل أن المسلم لا يطلب الرقية من غيره، لأنه لو طلب الرقية من غيره هذا فيه نقص في التوكل، ويخرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير جزاء ولا حساب. تيبت الإسلام كيجنج جيه أبوك أبي بركة دابن بي أكي ساسده سود أجن ببروه كيجيكا تفوه كان نو كا إيمان لأن في الغالب أن الإنسان عندما يطلب الرقية من غيره يفتقر إليه، كأنه عنده نوع افتقار إليه، نعم، يعني في حاجة يحتاج للمخلوق، والأصل أنه لا يفتقر إلا لله سبحانه وتعالى، نعم. ماذا نصنع؟ تقرأ أنت على نفسك، تقرأ الفاتحة، الفاتحة رقية، يصوت فاتحة ببرو فاتحة كيجيكا صلاح صوت، والفاتحة يحفظها كل مسلم. هاي فاتحة الإسلام كي صوت تنغغنية.